السلام عليكم. اليوم راح أعلمكم تاجينة الدجاج بالزعفران، وهاي أكلة إيرانية مرغوبة وكلش طيبة، وإن شاء الله تعجبكم. بالبداية عندي شوية مكسرات، صنوبر، لوز وفستق، وشوية حمصهم على النار. طبعا هم الإيرانية ما عندهم صنوبر، ما يستخدموا بالأكل، بس أنا هيك هنا ضفته. هاي هنا عندي بصلاية واحدة، أقليها بالزيت وأضيف عليها الفطر، وأضيف على الفطر شوي من عصير الليمون حتى يظل الفطر أبيض، لأنه بعض الأوقات من القلي يصير لونه أسود، فضيفوا عليه عصير ليمون حتى يحافظ على اللون الحلو. عندي هنا دجاج، صدر الدجاج أنا خليت نص صدر دجاج. هاي هنا المكسرات وزرشك شوية وشوية هم زعفران. وعندي هنا ملعقة متوسطة من الملح والكركم والكاري والبابريكا، وإذا يعجبكم تضيفوا له فلفل أو زودوه من البهارات. حتى أسوي التمن أخلي المي يفور، وأنا عندي هنا تمن منقع بالمي والملح، يعني قبل ساعتين منقعته، فأضيفه على المي الفاير وأتركه حتى ينطبخ. أخذ الحباية وأمرتها بيدي أشوفها، لازم مو كلش تمرد ولا كلش قوية مثل ما تشوفون. حتى أسوي الحكاكة بالزعفران أخذ بيضة واحدة، وحتى أوخر الزفورة مات البيضة أضيف لها ملعقة واحدة من ماء الورد، بعدين أضيف ملعقتين من اللبن أو الروبة ورشة ملح، وهنا أضيف الزعفران اللي أنا من قبل منقعته مقدار ملعقتين، وإذا حابين أنتوا تقدرون تزودون الزعفران. بعدين اخذ تقريبا شفشيره من هذا التمن المبزول اللي سويته اضيفه على هذا البيض والزعفران. اخلي زيت بالقدر واخليه يحمى، من حمى عند الزيت اضيف هذا التمن ويا الزعفران مثل ما تشوفون، وأوزعه بالتساوي، يعني أرد أسوي الحكاكة فلازم تتوزع بالتساوي. هنا ضفت الحشوة وأخلي عليها باقي التمن الأبيض، وإذا حابين هم تقدرون تسوون التمن الباقي أصفر، يعني تضيفوا له زعفران، بس أنا سويته أبيض لأنه الحكاكة هي أصلا بها زعفران. وهاي هنا صارت جنها كيكة. راح أقص لكم إياها حتى تشوفون داخلها، شوفوا إيش قد حلوة. طبعا ريحتها تجنن لأنه بها زعفران، وهو اللي يطيب الأكل يطيب هاي الحكاكة هذا داخلها. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والشير. مع السلامة.